دعا تيار المستقبل في عكار جمهوره وأنصاره وكوادره إلى أوسع مشاركة في المهرجان الشعبي الذي ينظمه الحراك المدني بالتعاون مع اتحاد بلديات السهل دعما لتشغيل مطار الرئيس الشهيد رنام عوض في الإقلاعات تحت شعار الإقلاعات أَلِّع". واكد التيار في بيان ان تشغيل المطار هو حق لعكار واهلها نظرا لاهميته الاقتصاديه والاجتماعيه والسياحيه والامنيه مشددا على ان هذا الحق لا يجوز تجاهله بعد اليوم من قبل الدوله اللبنانيه المطالبه بالمبادره سريعا الى تصحيح الخلل الانمائي اللاحق بعكار واعطاء اهلها حقوقهم البديهيه اسوه بباقي اللبنانيين وجزم تيار المستقبل ان ما يطالب به اهالي عكار من مطالب انمائيه هي حقوق مكتسبه لا منه لاحد فيها عليهم مؤكدا انه لم ولن يوفر يوما اي جهد في العمل مع كل العكاريين لمواجهه كل التحديات وتذليل كل العوائق واسقاط كل الذرائع التي يتلطى خلفها البعض لمنع الانماء عن عكار او تقنينه. المستقبل ختم بيانه بالتجديد على ان صرخه اهالي عكار يوم الاحد المقبل هي برسم العهد الجديد الذي نامل ان يصغي الى وجع عكار جيدا خصوصا وان العكاريين كما كل اللبنانيين يستبشرون من هذا العهد كل الخير بقياده رئيس الجمهوريه ميشيل عون وياملون من هذه الحكومه التي يراسها الرئيس سعد الحريري والحكومات التي ستتوالى ان تكون فعلا حكومات استعاده ثقه عكار بالدوله وان يكون العهد الجديد عهد اعاده الدوله الى عكار بدوره دعا عضو كتلة المستقبل أن إبرياض رحال المعنيين والمسؤولين كافة للعمل سريعا لاتخاذ كل ما يلزم كي يبدأ العمل فورا بمطار الإقلاعات. رحال وفي بيان أكد أن لجنة الأشغال النيابية درست بشكل موسع ومشبع المشروع وقدرت كلفة البنى التحتية والتجهيزات والأبنية بحوالي 150 مليون دولار ولكن حتى الآن لم يتخذ القرار بتشغيله واضاف رحال لقد بات من الملح والضروري اليوم اكثر من اي وقت مضى ان يتخذ القرار فورا بفتح مطار الاقلاعات وتشغيله نظرا لاهميه وجود مطار